بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبيعة الحياة لا تخلو من منافسين وخصوم، ولا يوجد إنسان على وجه الأرض يخلو من منافسين وخصوم وأعداء، وهذه سنة الحياة. فما دام الإنسان يتحرك تتعارضه حركة الآخرين. طيب، إيه هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع المنافسين والخصوم لكي يستمر الإنسان ناجحا في حياته راض عن نفسه؟ الأسلوب الأمثل أن يكون الإنسان صاحب نفس كبيرة شعارها في الحياة: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه النفس قادرة على استيعاب الآخرين، هذه النفس قادرة على الحلم، على العفو، على التسامح. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي غزوة أحد كسرت رباعيته والدماء على وجهه، وسنه ما يقرب من 56 سنة، ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسامح من أجل الأجيال القادمة، حينما كان في الطائف يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقد سلطوا على النبي سفهاءهم وأطفالهم، فرموه بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان، وعمد إلى بستان ابن ربيعة ودعا بالدعاء المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينزل عليه سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال، ويقول: يا رسول الله، مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. كن متسامحا في حياتك، فالتسامح يزيل الضغط النفسي عنك، فيمد لك في عمرك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كثر عفوه مد له في عمره. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.